بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على باقي الوسائل اللي ممكن يحمي بها الانسان الذات ديالو من السرطان خاصه مع تقدم العمر. فالمزيد من الاطمئنان فان قابليه الاصابه بالسرطان كتخضع واحد الاسلوب ديال التفاعل ديال واحد مجموعه ديال الجينات في الجسم ديال الانسان، وبالتالي ممكن اننا نحطوا واحد الوسائل واليات للوقايه وللحد من ظهور هذا الامر ديال السرطانات في الازمنه المتقدمه من حياه الانسان. وبالتالي هذا الامر هذا بمعنى انه كيتطلب واحد ترتيبات واستعدادات اوليه لما كيكون الانسان مازال صغير في العمر ديالو. وافضل وسائل للدفاع واللي ممكن ان الانسان ياخذها كوسيله للمحافظه الذات ديالو مستقبلا وهي المضادات ديال التاكسد. فحتى عند ظهور علامات ما قبل الاصابه بالمرض او المعاناه منه، فعليا اكل ديال مضادات الاكسده كتخلق فرص للنجاه من هذا المرض. ومن اهم وسائل مقاومه الاصابه المرض تناول كما قلنا الأغذية المناسبة وتناول الكثير من مضادات الأكسدة مع الامتناع عن التدخين. فالأهم هو الحفاظ على الخلايا من الإصابة الشديدة، لأن ذلك كيضطر الجينات اللي كتعرف بالجينات ديال الأورام أنها تبدأ في العملية ديالها وتظهر المشاكل ديالها وتبدأ كتكثر، وكيصعب بعد ذلك الإيقاف ديال العمل ديالها ولا ديال انتشار ديالها في الجسم ديال الإنسان. والسبب ديال هذا الأمر كله تدخل الغير العادي ديال الشقوق الأيونية الحرة، والأصل دياله هو الذي يدخل إلى جسم الإنسان قد يكون السبب. ولهذا الإنسان مطالب بمعرفة كل ما يدخل الدات دياله لحمايتها مستقبلا من ظهور هذه الأنواع من الأمراض. فدور الفيتامينات في مقاومة السرطان مهم جدا، وكيتوجب الحصول على مقادير كافية من الفيتامينات الغنية بالمضادات ديال الأكسدة باش نحافظه ونحده من التأثير السلبي ديال الجذعات الحرة. والحقيقة المدهشة أن هناك دليل دامغ على أن المكملات الغذائية اللي كتحتوي على مختلف الفيتامينات والمعادن يمكنها أنها تمنع الإصابة بالسرطان، وذلك كما جاء بأحدث الأبحاث المذهلة للمعهد القومي للسرطان في سنة 1993 واللي ذكرها الكتاب ديال جديد شبابك للبروفيسور عبد الباسط محمد السيد، حيث اتضح أن تناول مجموعة من الصينيين لجرعات يومية من مضادات الأكسدة المتمثلة في عناصر البيتا كاروتين وفيتامين أو والسيلينيوم مدة ديال 5 سنوات قد أدى إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن السرطان بشدة في هذه الفترة القصيرة.